حركة أمل أحيت ذكرى مرور 3 أيام على وفاة الشيخ حسن طراد في مجمع الإمام الحسين عليه السلام في بلدة معركة، بحضور عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان ونائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري والنائبين علي خريس وحسن عز الدين ومفتي سور وجبل عامل، المسؤول الثقافي المركزي الشيخ حسن عبد الله، وإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، والمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل، ولفيف من رجال الدين وحشد من الفعاليات السياسية والحزبية والبلدية والاختيارية والاجتماعية والثقافية والأهلية. الشيخ علي طراد قدم السيرة الذاتية للراحل وتطرق إلى تاريخ المواجهة بين المقاومة في الجنوب والعدو الإسرائيلي. إذا كان في بلدتنا معركة، بلدة الشهداء خليل جرادي وبلدة محمد سعد وبلدة هؤلاء الذين وقفوا في ساحة المواجهة، العلماء كان لهم الدور البارز، دور العالم، دور العالم، دور الشيخ محمد علي طراد، إن الذي حفظ، إن الذي أسس، إن الذي قاوم، إن الذي بناه هو الإمام المغيب السيد موسى الصدر في ذاك الزمن، الزمن الصعب. بعد ذلك تلا السيرة الحسينية السيد منصور قشاقش،